سلام، مرحبا بكم في فلوغ 28 من الحياة المملة ديالي اللي عجباتكم. وإلا جاك هذا الفلوغ ممل، عرف بلي راه عندك الحق. مشينا في يوم من الأيام في واحد القارة من القارات، جالس مالية ما بيا وهي الصينية، حتى لقيت راسي أتسكأ في شوارع الرباط والطاكسي راجع أدي مارشاريرها. إذا غنركبوا فيه مزيانة غنحيدوا الملل وصافي. المهم جلست القدام على وأسى أنا اللي ما نخلصش، عادي جلسنا شادين الطريق بحال صاحبي ماشي ولا يخلص ما على بالوش. صافي وصلنا البلاصة اللي نريحوا فيها نقصروا فيها شوية البولينغ. المهم إخوان حنا في لاكيس نخلصوا على وأسى هادشي حيدنا الملل. صافي خدينا السورديلات ديالنا، اذا غنلعبوا. شنو هي السميه؟ الموميل. الموميل اللي غيلعب الاول، اذا الموميل يتفضل مشكوره. هزيت الكره ما على باليش، عادي ما كاين حتى مشكل. الكره الاولى رجعت وانا اللوح على واسي حيدني شويه الملل. صافي مع لهتا مشات ما طاح والو. اخوان جاني الملل كنت غنمشي، قالوا لي عاود مره اخرى. صراحه ما كرهتش نقطع شي باساج بيطون قبل ما نلعب. صافي مع لهت الكره صافي يتم غادر اخوان ويطيحها، واخا الاخرى اللي موني وادي غزي غير مع البلون الاخر والشمس وكذا. المهم اخوان الموميل ربح واخيرا. ما بغيتش نزيد الضربه باش ما نخسرش الصوره ديال الموميل جمهور المملين. اخوان صافي ركبنا شدينا الطريق باش نمشيو ناكلو شي لعبه ولا شي حاجه. المهم صافي الدري قال لنا سويكلاج ديال الملل، داك كيدور الراس الدري هذا دار معنا مزيان بالرجوله ووصلنا البلاصه. الله يحفظك، شكرا بزاف اخوان الا كيتفرج في الفيديو طاقي راسك باش نشوفكم. نقول لك شكرا انا اخوتي. المهم دخلنا للبلاصه هذه، قالوا لي فيها شي دروز زوينين، قلت نطلع نحيد فيهم الملل وصافي. الله باين الدروز زوينين، جي نحسبوهم ما كاين ما يدار، نحيدو الملل وصافي. الملل وصافي شحال مره قلت الملل وصافي ناري وصافي. المهم اخوتي حسب الدروج لقيت تقريبا شي 23 درجه اخوتي. صافي ما حسبتهم رجعت باش نخرج في حيت اصلا ما كاين ما يدار وجاني الملل. جلسنا نتفرجوا في الماتش، حتى الماتش ممل اكثر من الفيديو ديالي. 8-0 او واخا يكونوا الفرقه الاخرى لاعبين مع ليفربول لاعبين مع الصلعين، قلت الصلعين ديال بلاي. صافي قنات وانا نهز باليزه ديالي اخوان، واخيرا خديت الباليزه الموفيه ديالي. واخيرا هادشي كامل درته باش ناخذ باليزه ديالي. صافي عاد صافي وصلنا لاكار، عادي ما علينا ما بينا غادي. بديت كنحيد شويه من الملل على واسا الدروج الكتريك يحيدوا لي شويه من الملل اللي كنحس به. صافي المهم اخوان طالع باليا الرسم هذا، ما كرهتش تقولوا لي في كومونتير شنو كيعني. عادي باش نحيدوا الملل وصافي، الملل وصافي. كنظن كيعنيو بان الملل كيخليك تفوت. المهم اخوان صافي مليت وانا نحضر راسي، ما بغيتش نعرف شنو كيعني. صافي وصلت اخوان، خصنا دابا نمشيو نطلعوا باش ناخذوا التران باش نمشيو عندنا. واخيرا الباليزه ديالي ديتها معايا. دخلنا البلاصه ديال التذاكر باش نقطعوا التيكي، واخوان كاين بزاف الصف طويل. جاني الملل وانا ندخل من التحت وانا نمشي عندك ثلاث غير دغيا، عطاني جوج ديال التيكي خديتهم وانا نمشي نهبط باش نتسنى التران باش نرجع في حالاتي اخوتي. المهم صافي جلسنا وقالت لي هاد المكانه، قلت نحقق المكانه ديالي. صراحه بحال تفو جاني الملل كثر كنا حققتها. تفكرت بلي الباليزه ديالي خدايا ليا، اذا خصني ناخذها عادي راهي الباليزه ديالك سير ليها. عطو قال لي كنت غنتحر، قلت لي شنو هو؟ لا صافي هاك عطيته باش ندير لي خاطرو، عادي تنوصلو لكازا وناخد باليزه ديالي اخوتي عادي ياكو. ها هو الترانجا. المهم صافي كنتسناو يوقف حدانا، جا الملل قال لك حقا نوقف قبل ما نوصل ليكم. صافي المهم طلعنا حضرنا راسنا حنا ومبقاش فينا الحال عادي. ويدور عندي دابا يعاود لي واحد النكته، اها مدا اخوتي وما حسيتش، لقيت راسي جاب طوماط جيري في بيسي وكنتفرج. لما هاد الملل هذا ولا الملل اللي في النكته ديال صاحبي اخوتي. عادي كلكم عندكم واحد صاحبكم حامض اخوتي. صافي وصلنا خصنا نهبطو، قلت لي راه الباليزه ديالي. جاني الملل بديت كنقرا في هاد العيبات هادو على واس نحيد من الملل اللي كنحس به. صافي وانا كنقرا وصلنا الحمد لله اخوان، بديت كنحيد شويه من الملل اللي كنحس به. ولكن واخا هكاك باقي فيا الملل، ما كرهتش نسافر عاوتاني شي بلاصه اخرى. قولوا لي اخوان فين نسافر. المهم صافي وصلنا لاكار خصنا نخرجوا. صافي خرجنا مع هبطنا خديت الباليزه ديالي الموفيه. اصلا هذا السفر كامل درتو على ود الباليزه ديالي اخوان. حنا راه في كازا، هيا كره ارضيه وداك الجامع اخوتي. عادي اخوان فراسكم التصافيره طلعت لي غلا من الباليزه، كنا شريت باليزه اخرى اخوتي. ما تنساوش تقولوا لي شنو هي المدينه اللي الا جيت لها نقدر نحيد شويه من الملل اللي كنحس به. وما تنساوش بارطاجيو باش اللي فيه الملل يزيد يجي الملل اخوان. والله ما كاين اللي كيحيد لي الملل قد لي كومونتير ديالكم.